واليوم يسعدني ويشرفني أن أعلن عن انضمامي لفريق الرسات. سيداتي آنساتي سادتي المستمعون والمشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت أطلع عليكم فيما مضى عبر فضائية إيرسات المستقلة، وبعد أن مرت بالأحداث التي تابعناها جميعا انتقلنا إلى قناة إيرسات للعدالة ثم قناة إير بي إم، وفيما بعد غادرت كل تلك المحطات وبدأت العمل عبر قناتي الخاصة على اليوتيوب جلد ميديا. كان استضيف فيه الأستاذ محمد علي شعب من ملبورن بأستراليا. نرجو لكم متابعة طيبة ومفيدة. مرحبا بك أستاذ محمد علي شعب في قناة جلد ميديا، وشكرا لاستجابتك الدعوة لتكون ضيفي اليوم. أهلا وسهلا بك أستاذ كرار. طبعا جلد ميديا هو بالوعد، يعني أنتم موعودين أن تقول الحقيقة، موعودين أنه تنقل الحقيقة كما هي. وعد، أتمنى أن تكون جلد بالمستوى اللي نطلبه منها، وهي منصة جديدة فعلا، والواحد يتمنى لها التقدم والازدهار والمتابعة الجيدة، وأن تكون يعني حلقة بين شعبنا وبين الواقع والحقيقة زي ما يقول. فشكرا لك، وشكرا للمستمعين اللي عاوزين يتابعونا في هذا البرنامج. يعني شكرا أستاذ شعب، يعني الحقيقة لدي كذا السؤال، والأسئلة كلها تتعلق حول منطقة القرن الأفريقي، وتحديدا يمكن إريتريا وإثيوبيا والصومال والبحر الأحمر باب المندب، آخر تطورات المنطقة زي ما قلت. وهو على مدار عقود وربما حتى الآن كانت إثيوبيا شريكا رئيسيا للجهات الفاعلة الخارجية، لماذا لا تسهم هذه الجهات في دعم الاستقرار في إثيوبيا؟ أولا شكرا لك. طبعا السؤال هو سؤال عميق جدا. حين نقول استقرار إثيوبيا ماذا تعني؟ يعني الاستقرار يعني هو أن تقاسم السلطة، أن تعطي لكل واحد حقه، سواء القوميات الإثيوبية، سواء الهدوم عدو المنطقة، عدم اللجوء إلى الحرب، كل هذه المسائل تؤدي إلى الاستقرار. يعني فأنت إذا قدرت تضبط الشيء ده فقدرت أنت تستقر أمورك، فمن خلال يعني استقرار السلطة يحصل لك والناس تدعمك. يعني إثيوبيا اللي معروف عنها في الزمان أيام مليليك وهيلي سلاسي ونظام الدرج كانت قوة لا يستهان بها، بالقمع، بالإرهاق، بالسيطرة على الشعوب، بالسيطرة على المنطقة، عدم استقرار، السطو على أموال الناس، على اقتصاد دول معينة زي إريتريا مثلا، احتلال الدولة الإريترية، احتمال التدخل في الصومال، احتلال الأراضي الصومالية، احتلال كل ما، هذه هي إثيوبيا. فمن خلال هذه القوة قدرت تصنع لنفسها يعني كيان، يعني زي ما تقول هلماني. الآن جاء ساعة الوداع لهذه الإشكالية، هذه الشعوب بعد سقوط نظام منقسم إلى مريم، وجدت زي ما يقولوا نظام أهل ملا الزناوي، أقر بالفيدرالية الإثيوبية، أقر بالأقاليم، أعطى جزء من الحقوق للقوميات الإثيوبية، جزء يعني ما كله. فهذه الشعوب الليلة يعني أعتقد جاء نظام الازدهار بتاع احمد عاوز يلقي هذا النموذج اللي خلقه ملا الزناوي، او زي ما يقولوا يعني
عاوز ينهيه وعاوز يرجع الدولة زي ما يعملها مركزية وليس إقليمية. فبدأت المشاكل، بدأت بالمواجهة مع تيغراي، بدأت بالمواجهة مع الأمحرة، بدأت مع الصوماليين، بدأت مع كل الأقاليم المتأخمة الموجودة تحت الناي. فالمشكلة هي مشكلة داخلية يعني، فعلى الحكومة الأسيوبية يعني أن تعيد يعني بالأسلوب اللي كان أسلوب الحكم حقه، تطوره ما تنهيه يعني، تطوره بحيث أنه يعطي نوع ليلة. نسبة المتعلمين في الأقاليم الأسيوبية مستوى متقدم جدا، ما زي ما كان أيام هيلي سلاسي وأيام مليليك وأيام ملز الدرقي. أيام مليليك الشعوب الأسيوبية قاعد تطالب حقها من خلال العلم وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة يعني. فلذلك هو ده السبب الأساسي، أنت لما تقاسم السلطة بشكل عادل وتقاسم السلطة بشكل عادل فأكيد حتستقر أمورك وفي نفس الوقت حتلاقي الدعم. لكن أنت ما مستقر وتطالب الدول عشان تعينك وتقيف معاك كده، أول حاجة أقر أنه مبدأ التعددية السياسية، مبدأ حق دغري، حق زي ما يقولوا حق دغري مسير كان يقول مال الزناوي ولكنه كذاب يعني فيها. لكن يعني انت عاطي الفيدرالية اللي كانت موجودة، عاطي من الحق يعني، عاطي من النموذج اللي الناس عاوزين يتطوروا بأسلوب ده. في اعتقادي دي الأزمة الموجودة في إثيوبيا، وده السبب الأساسي اللي خلاه انه الناس تعتقد ان اثيوبيا غير مستقره. وفعلا اذا ما خلقوا نظام جديد يعني يعيد لكل هذه القوميات مكانتها، فحيعيد حيكون في مشكله كبيره موجوده يعني. واليوم يسعدني ويشرفني ان اعلن عن انضمامي لفريق بعد ان تجاوزت أزمتها التي تابعناها، وكذلك تلبية لدعوة إدارتها. أأمل أن أقدم المفيد الجديد، وأدعوكم إلى المتابعة والتشجيع كما عودتمونا. شكرا لكم مجددا. كرار إيابو. شفتي تملاتني أقبلني.
لك.